اتصال. الو، يعني ناط كنت رسمولي حسب بدي احكي. انا كارول. الو كارول، حياتي وداد وبيير وميشيل. ثانك يو جايز. وهشام وجا حيت انتو تعرف شو فيهم، شو عم يعملوا؟ تلبكوا ما عادش عارفين يقعدوا. وضحكتوا لورا ديناي هون. انا بحس فيهم ما ضروري شوف، لكن قالوا لنا صورتك. حياتي وما بعرف بدي اقول لكم كيف بهد واحد مع شخص بحكي عنه بالمنيح كيف اذا كذا عم يحكوا. بس بالاذن منك ست كارول، اذا في مجال بس توقفي محل، يعني يكون في شوي ارسال اكثر، لانه كثير عم بيقطش صوتك. انا بس سؤال، لازم يكون في راديو حد؟ لا مش ضروري. مش بالضروري. نو لكن خليني اقوم من هون على السريع. يعني هيدي الشخصيه اللي كنت عم تخبرونا عنها هلا انا هيك عم نحسها. أنا معي آية، معي آية بيارة جبتها هلأ من عند أصحابها لأنه بكرة ما عندنا مدرسة. آية اللي عمرها 7 سنين. بتوصلنا إياها. بس سألته مريم قلت له مامي this is daddy هالغنية قبل ما هي تخلق. فنتجوز هادي. فقلت مامي this is daddy. قلت لي what it sounds funny. ما كانت سمعتها بعد. هيدي آية بس هاي مامي تي هاي تخلق. Hi. Hi. How are you? We are fine. What about you? Good. Good, good. Okay, guys. أنا بدي أقول لكم أول شيء هاي. بدي هشام وجان كثير. وكل الفانز، كل العائلة اللي بسميها أنا عائلتي. عائلتي أنا بهتم فيه. يا وجان ميشيل وهادي بهتم فيهم. ولكن عائلتي هن بيهتم فيه. فما بعرف ليش بدي قلت انا بحبهم وانا وجودي من وجودهم. وهل انا عب شيء ولا انا هيك ما سمعناك كارول؟ صوتي عم بقطع شوي بعد اخر شيء شوي. طب هلا كتير منيح. عيدي السؤال اذا هلا معلي اذا مش عارفه. كارول كنت عم تساليهم هل انا ونحن ما سمعنا من هونيك. بدي أقول لكم شيء، إنه كل شيء سمعت كل شيء قالوا فيه بال يعني أنا هولي كله ننسيتون. أنا ما بذكر إلا إنه في عندي شابين بنت اسمها ليا صبايا، وفي عندي فان جروب بسوريا ريمي وعمر وكل الفانز والفانز اللي بحبوني بلبنان. هولي هني رفيقي، هولي هني كي عملت بهالملخص كيبيرو، هولي هن الأشخاص. وأنتو صوت جوم وزعيت بتحطوا أغنية وتمتعوا فيهم. أنا بدي أشكركم، يعني أكثر شيء بقولكم أنه أنا بحبكم و thank you so much. ونحن كمان بنحبك كتير ومثاليك دوام التوفيق. وبتمنى بس هيك شغلة between two brackets إذا بتسمحي لي أنه ما تتأخر كتير علينا، لأنه فعلا عم نشتاق لك كتير. اشتقنا لك كتير وناطرين عمل. هلأ نحضر شيء جديد لحكين بومي. هلأ رح نحكي عن الجديد. بس أنا ما رح أحكي صراحة. أنا ما بديش أخذ كتير من وقتها لست كارول. نحن بنشكر أكيد مداخلتك معنا عبر الفويس بوك، وهذا شرف كتير كبير لألنا. ودخلتم انا مينيموم اني احكي معك. انتوا لو ما انتوا موجودين انا ما لي وجود. الله يخليك. هذا تواضع كتير كبير منك. مرسي لك. وبنشكر من جديد اتصالك اذا فينا نقول تما تزعلي منا. وبنتمنى لك دوام التوفيق والنجاح. وبنتمنى برجع بكرر انه ما تتاخر كتير علينا بليز، لانه فعلا عم نشتاق لك. انا ما راح اتاخر، بس بكون انه هلا شوي الاغاني حطيت اون هولد، لانه عم بشكي شوي بيشمل كل الأعمار من إنه عمر واحد. نعم. إن شاء الله قريباً بخبركم عنه بس يترك كله. بدي بوسكم جان وهشام. I love you so much. We love you too حبيبي. We love you too. أهلا وسهلا فيك. مرسي كارول. مرسي. الله معك.
لا لميشيل وصلت وصلت ميشيل عم بيبوسك على الهواء كمان باي باي مرسي باي باي قدام عيونك انا ما بعرف ايه شو بيصير بتطلع فيهم وبسافر لبعيد كتير قدام عيونك انا ما بعرف ايه شو بيصير بتطلع فيهم وبسافر لبعيد